من هذا؟ هذا الخليفة ما يعرف هذا كان شاعر لوقي. اي واحد يقعد على هذا الكرسي يسوي له انت وانت العلم وانت المدري شلون. من العصر العباسي خليفتنا، من العصر العباسي الحدث هو بس يلمع بالسلاطين. بعدين سويت انا هو نايم شويت لسانه، ورغم انه شويت لسانه ظل يسوي اجاجا باجا باجا باجا. دعك من هذا يا مولاي، لقد جمعت لك الخاصة والعامة، كبيرهم وصغيرهم، غنيهم وفقيرهم، لكي ينتخبوك بهذا الكرسي الجميل. كان خروف يضحك. وكفو منك ومن شاربك، لك ونة. انت دائما انت دائما ذراع اليمين، لك ونة بخشمك وبشعرك وونة. هل هذا شعر ايضا؟ لا شعر، من اين اتى به الشعر هذا؟ انه شقلمبه يا مولاي. انا ابا شقلمبه. ومن ابا شقلمبه؟ ابا شقلمبه. تقول لي من ابا شقلمبه؟ انت دشداشه قديمه، انت 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 انت, انت بجامه مال سليمه، انت 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 منو انت؟ العفو خليفتنا العفو. ماذا يقول هذا اللعين من هراء؟ يشربت يا مولاي، يشربت طمع في الكرسي يا مولاي، طمع في الكرسي. انظروا لقد جمعتكم اليوم بعطاء الخليفة الوافر. شلون وافر؟ يعطي لكم كل واحد قطعة ركن. قطعة قماش؟ لا قطعة قماش. قطعة كيك؟ قطعة خشمك انقطع عمرك ان شاء الله. قطعة ركن فزوا على مسقط رأسك يا هذا. هذه رأسك إن شاء الله. هذه واحدة. ثانية مكافأة مالية بعد هذا المؤتمر. دعني أكلم العامة. تفضل يا أيها الناس. يا قوم يا قوم، يزيد انت يزيد. سوف أعطيكم كل واحد ناقة 2016 وناقة 2014 لأن ظلت بالجراجات وين أوديهم يا مولاي، وسأعطيكم قطع أرض في الحبشة وفي اليمن. وفوق ذلك اشتراك النت مجانا لهذا الشهر. اقول لك عليك يا ابوك، انت تهمبل علينا. قطع ارض هسه انت منيلك قطع ارض؟ هاي السندات كلها كذب، بس تاخذ اصواتنا. والله مولاي يعني كذب. ابعدوا هذا المعتوه عني. والله العظيم مولاي كلها كذب. الله وكيلك. اتشككوا يعني انا اروح اتشككوا اجي اريد اقطع ارض، اريد بيت، اريد اكل زين، اريد شي شلون بيه؟ الطم يعني انا بوطن، عندي وطن. شنو هاي؟ ماذا يقول هذا؟ انا ادري كيف تجرؤ على الخليفه ايها اللعين. شكرا بس إرادة. اسكتوا أيها الحراس. نعم يا خليفة. خذوا هذا المعتوه واغسلوه واغسلوا الخل فوق. هيا انت ما تقدر. اكو قانون اكو قانون. اي قانون؟ ديمقراطيه والله ديمقراطيه والله ديمقراطيه. لا عليك به يا مولاي، اعتبره زعطوط وبال عليه. لسانه صليط. اعتبره يا زعطوط يا مولاي لخاطر هاي اللحيه. دعه يا مولاي. خاطرك لا يسوى عندي درهمين في سوق الغزل، انه يساومني ويريد ان ياخذ الكرسي مني.
لا يا مولاي، أنت صاحب هذا الكرسي، أنت عسل يا مولاي، أنت فشطة يا مولاي، أنت قشطة يا مولاي. أنا لن أنشلع من هذا الكرسي لو قتلتهم جميعا. نعم يا مولاي. أبا تقلنبا، كيف تراني؟ ألست عادلا بما يكفي؟ ها؟ 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 كيف رأيت عدالتي يا أبا تقلنبا؟ ألست حاكما عادلا بما يكفي؟ ها؟ 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 وما هذه الهاء؟ سوف أعطي الناس ما تريد وسأبقى في هذا الكرسي. ها؟ Let's get Johnson. يا